ليه بتستفز الناس؟ أي الناس بقى؟ طب ما هقول رايي يا احمد. أي هقول لك رايي. رايي هقول لك دي وجهه نظري. الكوره واضحه للاعمى يا عم. لا ليك انت لا ما تاني القرارات التحكيميه القرارات التحكيميه وجهات نظر. هقول لك مثلا الكوره مثلا النهارده مثلا بتاعت عواد يعني النهارده نادي اسوان انا شفت له ثلاث ضربات ترجيح في واحده ما اتحسبتش بتاعت عواد انا بكل امان مش شايفها ركله جزاء بكل امان بس النقطه بقى هنا يا كابتن اسلام فعلا الحقيقيه ما فيهاش وجهه نظر ان الكابتن عصام فتاح مدين بالاعتذار للوسط الرياضي كله وما يقدرش يجادلني في النقطه دي مدين بالاعتذار للوسط الرياضي كله ليه لانه طلع على الهواء وقال معلومه تحكيميه خاطئه ليه؟ اللي هي في الكوره بتاعه تروح البروتوكول الكوره بهدف الاهلي في البنك الاهلي القانون نص بيقول ما ينفعش الفار يرجع لتنفيذ الفاولات او رميات التماس تاني يوم حصلت في ماتش استون فيلا وبيقول لك دي حاجه ودي حاجه ودي لا والله كمان. ابدا والله ابدا ده نص قانون ده ما فيهاش وجهات نظر والله لو وجهات نظر انا اقول لك وجهات نظر اوكي ورايك ورايي انما الكابتن عصام فتحي لغايه النهارده ما اعتذرش على اللعيبه الموسم الوحيد كمان يا كريم اللي سمعنا فيه ثلاث مصطلحات غراب جدا ان الاول حاجه بدانا بالاحتواء ما هو انا امبارح عملت روح الحلقه مش معنى انا احنا هنعمل روح التحليل دلوقتي انتوا هتعملوا روح التحليل انا بدانا بالاحتواء وبعدين ضربه جزاء 50-50 وبعدين روح البروتوكول روح بروتوكول ايه يعني ده قانون استئناف والاستئناف في كره القدم مكتوب كده يعني ده القانون بتاع الاستئناف ليه اطلع يعني انت ممكن حتى نصيحه للكابتن عصام ما تطلعش تكلم هو كان عارف ليه ايه هو كان عارف ايه كان عارف لا ما كانش عارف كان عارف ايه لا ما كانش عارف كان عارف طبعا عارف لا ازاي مش عارف لا عارف النص والله ما كان عارف لا عارف مش للدرجات والله ده عذر اقبى ما تقولش كده والله ما كان عارف لا ما تقولش وما تحلفش ما تقولش كده لان والله ما كان عارف لا دي تبقى مصيبه في جروبات ما بين الحكام بتبقى على الوسط كل حكام العالم امين عمر ردوا بالبروتوكول امين عمر وحكم الفار اقسم بالله ما كانوا عارفين لا يا والله ما كان يا كابتن ده عذر صعب قوي والله ما كان يعرف اقسم ايوه ده عذر ده ولا ده معناه ايه اقول لك ليه انا مش فاهم اللي انت بتقوله ده معناه ايه تاني هو والله اقسم بالله ما كانوا يعرفوا احنا نقفل دلوقتي نص القانون احنا نقفل دلوقتي اقول لك الدنيا على كلام ايه الدنيا على كلام لاعب البنك الاهلي هو بيفتخر هو معاه مش فاكر اسمه صراحه في لاعب في البنك الاهلي بيفتخر ان هو راح وقال انا اللي خليت الحكم يلغي الهدف هو راح ضغط على الحكم قال له روح بص على اللعبه اه هو انت تقصد ان هو لو حافظ القانون مش هيروح اساسا بالظبط هو لو عارف انت. اصلا النص وعارف الموضوع لا من اساسه والله انا بحلف لك طيب. هديك مثلا فاكر الاسلام كان في كوره السنه قبل اللي فاتت لما كنا ما نعرفش موضوع هل دلوقتي لو مثلا ضربه ركنيه ما هي مش ضربه ركنيه اصلا جت غلط واتنفذت وجت هدف ساعتها حصل لغط لغايه لما بدانا نتعلم ان يا جماعه لا لو اللعبه انتهت وبدات لعبه جديده استئناف ما ينفعش الفار يرجع صح احنا اللي بيحصل المشكله عندنا احنا بنتعلم القانون احنا دايما كده بنتعلم القانون من التجارب ما بنذاكرش احنا لغايه دلوقتي اهو عمالين نتعلم قوانين الفار من التجارب اللي بتحصل هسالك يا كابتن اسلام اتفضل لعبه هدف البنك الاهلي النادي الاهلي في البنك الاهلي لو اتكررت تاني في الدوري اي حكم هيعمل ايه هيحسب الجون لو حد قال له ارجع للفار اقول له لا خلاص